لو زهقتوا من الفراخ التقليدية اللي انتوا متعودين عليها وعايزين كده تجربوا فراخ بطريقة او بطعم ونكهة جديدة، يبقى تعالوا نعمل مع بعض الفراخ التندوري المشوية بتتبيلة تحفة سهلة جدا، مكوناتها موجودة عندنا كلنا، ومكون واحد بس هيدينا لون رهيب زي بتاع المطاعم واحلى كمان. هتطلع مستوية صح مزبدة واخدة لون تحفة، وطعمها وريحتها هيجيب اخر الشارع. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. عندي كمية من وراك الفراخ، انا المرة دي هستخدم الوراك، لكن طبعا تقدروا تعملوها بفرخة كاملة او بالصدور لو مش بتحبوا الوراك. بعد ما بنغسل الفراخ كويس بنفصل كده الجلد عن اللحم عشان نضمن ان التتبيلة هتتوزع حلو وهتوصل لكل جزء في الفرخ. هقطعهم بالسكينة بالشكل ده علشان ياخدوا شكل حلو بعد الشوي، وكمان التتبيلة تدخل كده ما بين الجلد واللحم، وهجهزهم كلهم وخليهم على جنب. دلوقتي نيجي بقى المكونات بتاعت التتبيلة بتاعتنا. هنحتاج معلقتين كبار من الزبادي وعصير ليمونة كبيرة، معلقتين كبار من الزيت، ومعلقة كبيرة من العسل الأسود، وعندي كمان بصلاية وقرن فلفل رومي، كام فص من الثوم، وعندي بقى بنجراية كده وسط متقشرة، ودي اللي هتديني طعم ولون تحفة. البنجر هو اللي هيدينا اللون الحلو، لأن انتوا المرة اللي فاتت اتضايقتوا لما استخدمنا ألوان جل، فجايبالكوا المرة دي حاجة طبيعية موجودة عندنا كلنا. بالنسبة للتوابل أساسي طبعا ملح وفلفل أسود، معلقة صغيرة مليانة من كل حاجة، وعندي شوية من الزعتر اللي هو الزعتر المجفف، ومعلقة كبيرة من البابريكا، وعندي كمان شوية من الفلفل الأحمر المجروش اللي هو الشطة، ومعلقة صغيرة مليانة من البهارات المشكلة، وكمان معلقة صغيرة مليانة من بهارات الفراخ. في الخلاط او في الكبة هناخد البصلاية مع البنجر والفلفل والثوم، وهنحط عليهم عصير الليمون عشان يساعدهم ان هما يتفرموا صح. وادي شكلهم، شايفين البنجر مدي لون خطير ازاي؟ عايز اقول لكم ان انتوا مش هتحسوا بطعمه اصلا، هو بس هيدينا لون رهيب كده للفراخ، وهيديها تسكيرة بسيطة، وهيطلع طعمها تحفة بجد. ده طبعا غير فايدة البنجر الكبيرة اللي كلنا عارفينها. صافيهم كويس لان انا عايزة ميتهم بس، علشان ده هيخلي الفراخ تشرب التتبيلة اسرع، والطفل اللي هيطلع ده مش هنرميه، هنخليه على جنب وهقول لكم هنعمل بيه ايه. بعد ما بصفيهم كويس بضيف عليهم بقى باقي الحاجات كلها، الزيت والعسل والتوابل وكل حاجه. هحط كمان معلقه صغيره مليانه من الجنزبيل المطحون، لو موجود عندكم، مش موجود ممكن نحط بداله معلقه كبيره من بودره الجنزبيل. الجنزبيل بيدي طعم ولذعه كده خطيره في اي مشويات عموما. هقلب كله مع بعض وخلاص كده التتبيله جاهزه. هاخدها بقى وانزل بيها على الفراخ، واحاول ان انا ادخلها كويس جدا ما بين الجلد واللحم علشان اضمن ان الفراخ اتبلت حلو. بدعكها كده بايدي واخد كده من التتبيله واوزعها كويس. بسيبها قد ايه في التتبيله؟ عندنا من ساعتين لحد تاني يوم. ممكن كمان اشيلها اكياس في الفريزر كده لاي وقت زنقه. خدوها قاعده كده، كل لما الفراخ تقعد في التتبيله كل ما يطلع طعمها تحفه، تبقى شاربة كده من التتبيلة واخدة طعم حلو. أنا عموما عملتها بالليل وكلناها تاني يوم الصبح أو على الغدا يعني. نيجي بقى لطريقة التسوية. هنجيب الصينية اللي احنا هنسوي فيها الفراخ، نقدر نعملها في صينية في الفرن، نقدر نعملها على طاسة حتى على البوتاجاز من فوق، ونقدر كمان نشويها على الفحم لو حابين. في صينية كده مدهونة زيت هحط الطفل اللي احنا شلناه على جنب، وهحط كمان عليه شوية من التتبيلة، كوباية كبيرة من المية السخنة، وأقلبهم كلهم مع بعض. والخطوة دي هتضمن ان الفراخ تطلع كده طرية ومستوية حلو، ما تنشفش في الفرن، وتفضل كده محتفظة بالعصارة بتاعتها وفيها لمعة وطعم تحفة. بعد كده هحط الشبكة برضو مدهونة زيت على الصينية بتاعتها. لو ما فيش صينية بالشكل ده نقدر نستخدم صينية عادية ونحط عليها الشبكة بتاعت الشوي، ونعمل نفس الطريقة بالظبط او نفس الخطوات بالظبط. وهرص الفراخ واحط عليهم ورقه زبده علشان تحافظ على شكلها، وكمان هغطيها بورقه فويل علشان اضمن ان الحراره توزع صح. هندخلها فرن سخن على الرف اللي في النص لمده 50 دقيقه. هي خدت 50 دقيقه تقريبا، لحد ما نلاقي الدبوس اللي تحت ده كده اللحم فصل عن العظم كده، خلاص هي استوت. شايفين طالعه مستويه تحفه ازاي؟ عشان بقى نديها لون حلو بشيل كده الشواية وعليها الفراخ، وبنزلها تاني في المية اللي نزلت منها او الدهون اللي نزلت منها دي، بغطسها كده وش وظهر علشان ده هيخليها تفضل طرية وتتشوي كده وتاخد لون تحفة.
قبل ما بدخلها الفرن تاني برش عليها رشة من البابريكا عشان تديني بس لون حلو. المرة دي هنشغل الشواية بس من فوق ونتابعها كده لحد ما تاخد لون، او يعني تاخد قرمشة بسيطة كده ويبقى شكلها حلو وتوصل للدرجة اللي احنا عاوزينها. وقيت شكلها بعد ما طلعت من الفرن، عايزة اقول لكم ان ريحتها كانت وهمية بجد، سهلة بسيطة ما خدتش معانا وقت خالص، طعمها حلو قوي قوي، وكمان واخدة لون خطير من البنجر من غير اي اضافات ولا الوان جل ولا حاجة خالص. انا عملت معاها شوية رز بسمتي ابيض وشوية كده مخلل وكمان سلطة الطحينة بالبنجر وبس كده. تقدروا تعملوها بعيش وطحينة او تقدروا تعملوها جنب مكرونة زي ما تحبوا. وكده وصفة النهاردة خلصت، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة.